يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي بس سبحانه وتعالى بلن كغا قاضي ددك دينتي صوباري ومد إني وعديان حقه باد الكنين وقدقان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، بلن كإلهي وكقاضي علماء وأهل الكتاب وبلن لك قاضي بل مسيات كي علماء المسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها ناصحا أمينا لهذه الأمة ومدا من ولا قيد كتلية أرنت ما عاصنا إلهي سبحانه وتعالى وكو آميني وحا أمدا وعدين شير وحدا تيد ويوكرتو الدنيا آخرة بها وعرسول كينو عليه الصلاة والسلام ومدا وقدق شيري وحا وحيالا يا دين تودا ددني مدودا الدنيا دودا يا آخرة دودا انتبع. أيها المسلمون عباد الله، آيات باكم إذا كتابك إلهي سبحانه وتعالى آيات داسي ربي سبحانه وتعالى الرنقارة يا هول قونية قلقالة يا وحكا قبشدة داد ونقاق إلهي كسودتي حساتي آيات وحي الله اللي ساقف كستوى مسلمة ودونا يا رنين وأبابولو يا شقين وقبتو بسمين وصمائيو مد حسي ولا تابن كرا أما مد معنوي ودتك عقلي قد قلي كرا لكن الله تابن كرم. وقول الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. رب سبحانه وتعالى وحول الله يهي ميس من يهين ويسك مد يهين مد اسمه سكوا أساسو كسليهي الله كعبس يدين كدقا وهو شوقبنا يوردن كسلينا يا شرعي إلهي أرنك كوباد هدف كواهين ويهي إلهي نرالي قريو ورب سبحانه وتعالى أرنك سيانو كقعريسين ويهي وحوقي وحويناني وقرسو مهين إلا إلهي كلمة دي سوهيرا وحوقي وحا وقب صوما إناني بركو بهاي الدارم وآهاي وحاس وحي إلهي راه لقلنا هي مساء مكاسا خير بدن مساء كد اسمه سكو بنايي قرب الدوم يسو هوستا كقودان تيدو شيد أوليبا قرب داسي هل كاي كل الدوم يساي كل الديام ساناي تاينار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قفك أرنت وقبنا أيه من سقى وقارها نغطة من قودة ومدى كان حيثها نغطة أنك صلى شرعك إلهي الدينة إلهي يرى لقلنت إلهي سبحانه وتعالى قفك سوا قف أرنك لقيم ماشي سميلان هاي إلهينا سبحانه وتعالى حتى أدنتي سقرنسين ما أيه وناقنا وافتين ما أيه لمتان بوسي كرر سنية يا الله يكفو قادو يا مسألة حديثة إلا قم ذوبيه وقروها يو. أيها المسلمون عباد الله وحن لا يهي أنا قوم الدين الله الله كوا ما أنت الله دورنا يا أملك الله دورنا يو يا كوا واحد دورنا يبا لا تبنوا قيادتكم وحكومتكم وأمركم كله على ما يقدم الرب سبحانه وتعالى
dawladda aynu leenahay waa la dhisayaa, hoggaanka la leeyahay waa la dooranayaa, horumarka la leeyahay la sameeyaa la rabaa, isbeddelka la rabo ama lagu tiraabaayo, qabyada la leeyahay waa la dhammaystirayaa, ummaday ha ku dhisina wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya. Haddaad doonaysaan arrinkiina ilaahay inuu idiin wanaajiyo oo rabbuu idinka raalli noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu idin barakeeyo, ha ku dhisina ama ha ku dooranina ciddaad leedii waanu hoggaaminayaan sifa ilaahay ka cadhaysiinaysa subxaana wa tacaala, oo khilaafsan sharciga rabbi oo idinkubaad garanaysaan inay sharciga khilaafsan tahay, oo nabadgelyadiina nicmada ilaahay khalkhal gelinaysa oo ummadda akhlaaqdeedii duminaysa. Waa nasiib darro wixii la dhisaayay tobanaanka sannadood, wanaaggii dadka la farayay ee lagu dhisaayay, iyo xumaantii lagala dagaalamayay ee laga reebaayay, iyo akhlaaqdii ummadda la dhisaayay 12 cisho in lagu baabiiyo ama dhaawac weyn loogu geysto. Waana mid iska muuqato, taasi mid inaga qarsoon ma aha. Arrin xishoodka ummadda ka siibaya iyo dhaqanka iyo milgaha iyo sharafta iyo inaan moodin inuu meelina gaadhsiinayo, ha ku dhisina taladiina iyo arrinkiina alcasabiyata aljaahiliya waalcunsuriyata almuntina, qabyaaladda dhaqan jaahiliga ah iyo cunsuriyadda in cid loo tacasubo baadin loogu tacasubo, oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay inay tahay mid uraysa, rasuulkeenna ku magacaabay inay tahay dacwa ahli ljaahiliya, maaha yeedhmada dadka muslimiinta lagu yaqaano. Waxaa lagu yaqaanaa dadkii islaamka hortii joogay iimaan iyo akhlaaq iyo diin midnaba aan lahayn. Haddaad aragto qof muslim oo sidaa yeelayana iyaga ayuu ku dayday, dhaqankoodii buu wax ka qaatay. Nebi Maxamed baa yidhi isaga ummaddiisa la hadlaya, dacuuha fa innahaa muntina, war ka taga oo ka fogaada, waa mid uraysa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Ummaddu arrinkeeda haddii ay ku dhisto qabyaalad iyo cunsuriyad iyo tacasub baatila, horumar diineed iyo mid adduunye midnaba ma gaadho. Laa tataqadamu fi dunya walaa fi diin, waayo danaheeda inay eegato ay ka fiirsato waxaa ka indha tiraaya qabyaalad iyo tacasubka noocaasa. Waxay garanayaan inuu baadil yahay bay qabyaalad ku raacayaan, waxay garanayaan inuu xaq yahayna qabyaalad awgeed bay uga tegayaan, waxay og yihiin inaanu diintooda iyo adduunyada toona dan u ahayn ayay qabyaalad awgeed u taageerayaan, waxay og yihiin diintooda iyo adduunyadaba dan inuu yahay ayaa qabyaalad awgeed ay uga soo horjeesanayaan. Waa siday sameeyeen Musaylama al-Kadaab qoomkiisii qaar ka mid ahaa, oo la waan ognahay nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu run sheegayo, laakiin beenaale aan isku reernahay ayaa noo dhaama mid run sheegaya oo qolo kale ah. Tartan baa qabaa'ilka ka dhexeeya, waxba qofkan isaga gooni ha u eegin, laba qabiilaa tartamaya qaabkaasay u dhigayeen. Waa jaahiliyada nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, muslimiintana uga digay inay kaga daydaan. Waxaa xaaraan ayuha almuslimuuna cibaad allah, qofku inuu qabiil caayo maantana aad bay dhexdeenna ugu badan tahay. Wuxuu ihi rasuulkeennu isagoo ka hadlaya dadka gabiye qabaa'ilka u gabiyaa, ina min afra alfiraa an yaqdaxa shaaciru fi lqabiilati biasliha, dembiga iyo been abuurka iyo afxumada u weyn waxaa ka mid ah ninka gabiyaa qabiilo dhan inuu duro oo qabiilo dhan uu caayo. Waa ummaddan oo cid wanaagsan iyo cid xun bay isugu jirta. Waa ummad hadhowtoole aanu isla helahayn oo cirdigood iyo sharaftooda meeluu kaga dhacay, aanu ka xalaashan karahayn saamaxaadna aanu ka dalbi karin, iyo yowma alqiyaama ilaahay horti ay ku sugayaan oo halkaasi xasanaadkiisa loogu qaybin doono. Bal ninka xasanaadkiisa qabiilo dhan loo qaybiyo ka warran, markay dhammaadaanna qabiilo dhan oo dadkeeda u caayay xumaanihi ay sameeyeen isaga dhabarka loo saaro, alla maxaa u sugaysa? Ayuha almuslimuuna cibaad allah, arrinkayaan lagu dhisin been abuur iyo ribayn,
beertu waa akhlaaq aad iyo aad u liidata oo qofkana u jiidaysa shar oo dhan suu sheegay nebigeennu fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar waxay ka mid tahay akhlaaqda iyo dhaqanka munaafiqiinta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey munaafiqa idaa xadaha kadab marka uu sheekeeyo ama uu warramo been ayuu sheegaya been waxa u daran walaalayaal beenta wartamiyeyaashu ay qaadayaan ee jiha walba gaadhaysa cadaabulqabri daran baa sugaya qofka beenta noocaasiya sheega ee laga tebiyo nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam dadku arkay ee qubuurtooda lagu cadaabayey waxaa ka mid ahaa nin la jeexayay qowlallada iyo daloolada wejigiisa ku yaalla oo dhan sababtuna ay ahayd inuu been sheegi jiray jiha walba u kacda beenta waxaa ugu foolxun qof madaxa ama hogaamiye ahi ama ha noqdo madax dhaqameed ama madax xukun iyo fulineed ama hogaamiye diineed oo dadku diinta ay kaga daydaan beenta uu sheega ayaa ugu daran waayo dadkaa wax beenta ku kallifaya ayaan jirin waa talabaade beentooda dadku run bay u qaadanayaan beentii ay sheegeenna camal iyo shaqay dadku ka dhiganayaan ha la iska ilaaliyo maanta buhtaan badan baa socda buhtaanku waa qofka muslimka inaad ka sheegto waxaad adiguba og tahay inaanu ku sifaysnayn amaba se aanu samayn oo qofka muuminka in laga sheego wax aanu ku eedanayn cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ihi samictu rasuula allaahi yaquul man qaala fii muminin maa laysa fiih أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود وحن مغلب الرسول كي إلهي أوله قف مؤمنا قفك كشيغا وحن ترين أوبين أبورا إلهي سبحانه وتعالى وحن رحدك يا مال انت قيامه ردغة الخبال سر وادة أحمد كحس النبي قواله ويدي ما ردغة الخبال فقال عصارة أهل النار ahlu naarku hoosta ka maraya dheecaanka ahlu naarka markay naartu gubto ee ay shiisho ka baxa ayaa isaga dusha kaga daadanaya ilaa goorma ayaa arrinta noocaasi ay ku soconaysaa ilaa waxa uu yidhi uu ka noqonayo qiyaamaaba la joogaa oo naar baabuu galaye kan fursad uu kaga noqdo ma haystaa jawaabtu waa maya idan yatuulu mukthuhu fii naari jahannam ilaa dembigaa laga jaraayo nagaanshaha naarta jahannamo dhexdeeda uu ku nagaanayaa aad iyo aad buu u dheeraanayaa yaanu qofna moodin qof muslima uu ribeeyey ama been uu ka sameeyey isagoo og inuu horumar ku gaadhayo ama arrinkiisa ilaahay ku barakaynaayo waxaa macsiyada la yidhaahdaa risqiga noocyadiisa oo dhan inay kaa fogaysa mooyaane inay soo dhaweysaa waa habeen xalay tegey waxaa kaloo halkaa mudan in laysku baraarujiyo inay tahay warka in layska hubsado qofkaa tartamaysaan ama colaad idinka dhaxayso haddii war lagaaga sheego mid adigu aad samaysadaaya haddii war lagaaga sheego waajibku waa inaad yeelato akhlaaqdiga dhaqanka muslimiinta ilaahay uu ku edbiyo ah inaad warka iska hubsato يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا وركا ما عدو قاقا الله قاقا كانوا أما صاحب قاقا الله قاقا كانوا قفت تعيش أمي أدنى عبتاي ميت ترتري دين كده هي تنافس ميت كاسر ريا ميت كاوس هي ورودن وين لسك أوصغ قفك وركا يسوغن هو بسان سي شيغانا شيكو متشير قفك سينو بين شيغيو ويا قفك بني آدم كاي وركا ومقليا رمى وضاها run iyo beenba waa leeyi qofka aan kala shaandhayn ee markiiba sii tabiyaa been inuu sheegaa waa lagama fursadaan kafa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli maa samic hadduu qofku beenta iska ilaaliyo inuu been u bareedho waxaaba been ugu filan haddaanu mid kaleba sheegin war kasta uu maqlay inuu sii sheego ilaahay waa inaad kaga baqato warka oo warkaad istidhaahda adiga malaa dambaa kuugu jirta waana waswaas shaydaane walow beenbaa ha noqdee waa inaanad sheegin ee ilaahay xaggiisa aad iska egta ilaahay baa lagu horgeyn doonaa berri baad dhimanaysaa qabri baad geli doontaa qiyaama
كهرية ولو حساب ولو أبال مرين دونا قصل كان يعيار تني الدلال كان الدنيا ولا جت دونا فبصرك اليوم حديد باكو سويس أيها المسلمون عباد الله هل إسكيل علي إن الدورة ضد كنسب كودة أما عرض قد يشرفت هذا ملك قدعه وحيابها الدين توايات كو إلى لسبيتها سكمتاي وهذا ليس من أخلاق المؤمنين ولا من خلال المسلمين إن قف مسلم حق دروح لك قشي يقول الله الدرو وليب الله أركس إذا ما أنت أرن كوياي إن إتهاي أرن إسكب النامبا وأبل حلاش ذيبا ودتك غير هدين لقوانية وحبي ورانيان وادي مقراضي هذا وحن واسك كفتن كفتن بعدها هكاها تيك بس وقات بعد اللي هو كفتن ما كفتن ما بنانا بين لقوما كفتن بكرو عين لقوما كفتن بكرو تدك عرض يقول يا شرفت وادي وح لقى شيء لقوما كفتن بكرو ما دي مقراضي هذا الدين كوح كوا مس الدين والإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مس الدين تاع الإسلام كنبي محمد المسودتي دين الإسلام أكو حدادات يقف مؤمنا كن وقافا عند كتاب الله روح البوشة قال لي وحران اسكدا دات كوانا مهدي السمين ايان قوان إيمان كدا شيء أدوك قول الله هو إن الخلاف تواد اسكديس رقم مدونة واسداس إن النفط هذا أتكات كاته وحر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي مؤمنكم ماها مدتك الدره حق درك الدره وحكك الشيقة أما دتك نسب كودة وحكك الشيقة أما مدب كودة أبور كودة أرمه ذكا مناها قفك مؤمنك مد وحن عدلون عدل بضن مناها مد فحش السماية شيء كستو حمانتي سوياد موقتو ولا البذيء مناها مد أفحن قفك مؤمنك هذا الكيس هو ناكسي وإلهي باري وقولوا للناس حسنا نبي محمد باري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت آياتك يا حديثة سأيا حرية هذا الكيس وهذا الوناكسي وي ما أنت واحد أركي ساد دمركي يا عرورتي يا وحمقرتدي ولو شرعيي إني عيتمال ما لم بقوله وحايسة ولو ليه معيب ونغضي إن دمركي يا عرورتي عيي كبرتان والصغية دي يقول الأحمر يولي بهوس وحو عاي ما ينا كرب وحو عاي شخصي يقول مقعيس الشيء عاي مغلسة ومدنا يسكرها ربي عاي قفك مؤمن كان سفدي سواته وشغنه محمد عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون عباد الله ورارن كيان القدسين إن عدلوا أمانه سفاد اكتهينان اللهين ما ترتها سياد بيو بضان تهيدت كل الدنب بيو ماهيستان وأولال إليه خلاص وأولال بير شك قفك واحد اكتهينان كسفه سنين كسفه أدوه ميانا دوغير يا عبد الله إن التشهادة تزور مرخاتي بيانو أدفرتي وي وانا لقوة الدين دونا شهادة تزور كوال لقوة الدين دونا ومن كبائر الذنوب دنبيا دواء وين أيه كميتاي وحلم إذا لعوم الكاذبة أشخاص إيهو ميلا يتلاذا كيكتش رامبان كيرين وحضار كيسا بلنقا دواء وين بحناي وحسان السمين دونا وحسان السمين دونا وحسان قبن دونا وحان الله قيابا في قرارة نفسه إساقا مركا لأيقو سيدا ويسكوه يهي إنانا حتى قوان وحينانا كدبهين هديا يكدبتهين إسبوه يهي وحينانا قبن كرين لكن ومدهون لقوها روسان يهو لدونا أيو إن عد لقا قهلو ميدان وجن تاسينه كم تصفات كمنافقين واذا وعد اخلف منافق با وحان دون هين وسميه بلنقاده منافق با وحو بلنقاداي ادنا بلنكيس باجيه او في وايه ايها المسلمون على ايها المسلمون عباد الله ورمده تلدد يهو قامنتيده
يان لغو ديسينون لغو بنين على صوت الشيطان دواق الشيطان كإيمان تمقالدن يكوى كلاو ميرو بكبحاية وحكرا حتى أمد لغو قبابية ميال لواي قبايا دي معناها في عن لها حكمة حنبار سنة أمد وناق فري حمان تكرر بيي ودوبين هنا تلو يقم حاودي دي كل بعدان يا مصحي ميكو أمد وشداء قرآن سيقى هذا الكيس بدا وقرآن هدي الله لسوا أقمري ورانا ينقار فرب ذني ما انت ورنقى بختيع ويواسده هرع لمضو الشيقين حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان هيسها يموسى قادتك على ذلك كذبا دعي قلبي قودا كما كل مكران هيستعيل إيه قرآن تعيل خير الآن تميشا كتير تاياني أستاني على مضو طاي تدك قارنا وحب الله قيابين إرهدان ما التعسيبه نتشوقنا محان هيس تيه موسى قال الله شي لهي الله المستعان هيس إيه موسى ملك استولة تشوق التعسي إيه أروس إيه حفلت وهو حارانا وانا صوتك الشيطان كسيدا إلهي قرانك وكشاقي واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوتك إلهي ولي الشيطان وكد تسيل ما آدم وكهر وسوء كل مي وهي كفى سيرينا أي مدو إنو ياهي صح المزامير ورارين كان لينا كل سنين دومار كي أخلاق دا اللي قد دلوه ودومار كي قاوانان أي كبحان وأي سميان تبرج كي إلهي سبحانه وتعالى وديدي أو شاقين ياهي دقا جاهلي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والنبي قال عليه الصلاة والسلام شاقين قبل مؤمنة دينان السمين يا دوبر كا وحنا حيران هدا نقاونا غريو دا كبحيا ان انا جنده غلا هين ودو غدران هله هين هم قلان دم دوبر كا مسلمات كاي وركا ادغ نبي محمد عليه الصلاه والسلام الشارع ان ارنكا يا فعل كا لو وايو جنده ودو غدا يا جنده غليتان كده وحلمي دا الاختلاط بين الجنسين ابلها هي انما دا رج يا دوبر كا جنبي كلا guriya la isugu keenayo ee la isugu keenayo goobaha la isugu imanayo garoomada ee hadana in wax la biyeey baan loo arag marka dambe lagu faanayo la leeyahay boqolaal iyo kumanaan baan naga noo soo baxay oo dhoosh laga qosliyo waa macsiya hadana lagu farxaayo weey qofka muuminka ayna sida ma hatta hadu khalad ka dhacu ka xumaada man sarratu hasanatu wa saatu sayatu fa huwa mu'min قفك وناقيس كفر حاخلتك يا حمانتا كدعانا كحماليك كمرقودة كاسا مؤمنة هذه حمانتا أنا وحبك كلها هاي وحي على موتاين وقلبي أغلي فاكتشرو إيمان كاقونا آدي آد ضعيف ويهي ورمعاسدا نوعاسا دولاد دا لغود نسا موما لين السنين البركوبس وادا ركتر ومدين مركز طاحل الدورة شلق قارو dadku waxay leeyeen isbeddel baan doonayna waxay nacayaan tii hore ee sanadka kor iyadana ay u heelanayeen ee dagaalkii abaabulka ay ugu jireen waayo waxay ka doonayaan ama ay ka doonayeen ayaanay arkayn inta daacadda ay in fara badanina daacadba maaha ee dana gaaro iyagu ay leeyihiin bay markii horeba u socdeen tii markay waayaana ay aflagaado iyo inay cidii hore ay madax ugu siteen ay ka bari noqdaan bay bilaabayaan wararinta noocan asbaabteeda waxa kamida macsiyada kamida macsiyada arrinkaba lagu aasaasayo ayaa dawladda iyo xukuumadda iyo taladeedii arrinkeeda barakada ka qaadaysa wax macsiya lagu aasaasay ilaahay barakeyn maayo laa yubaarikullahu fihi war barakada ka qaadina ilaahay ka baqa war macsiyada iyo waxa ilaahay ka cadeysiiyay sharciga ilaahay khilaafsan ka reeba nabi maxamed wuxuu u dhacay salaatu wasalaam wa innal abda la yuhramu rizqu min ajli dhanbin yartakibuhu adonka rizqi baa laga qadiya oo kuwa ka qada oo ka mid noqda rizquna waa macna ballaaray wax kasto qalbigaaga wuxuu wax u tara waa rizqi wax kasto jirkaaga wuxuu taro ku intifaacana waa risq
حلال يا حرام مو قيب صماع كاتشيركو وكو انتفاعية محال لوغا قدين يا رزقك دنبي وسمي درادب ورزقك إلهي سبحانه وتعالى وكاك قضية مركا ددكو وناقية فربضا يا مصالح يا الضناء يا هرمرا يتبيان سيدا النبي قال الشيء عليه الصلاة والسلام إنه كما قلنا هذا الدنبي قوضى الصابع سيكال اللي قوضى قاري ما إلا الدنبي قال قطوبة كان وإلهي الله صنع قضى سبحانه وتعالى إلهي طاعد سيوح كبرى كبرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلهي الدين لقبق وإيمانك اللحوت يدين تبقوا توصناده بركة السماء يتبقوا كبه إلهي بفري إلهي بها يبني هذا وحما هيا وحيا هيا وإن يركوا إلهي وديبه سبحانه وتعالى إلهي الله قبق أرنك يلقوا أساس معصية وحل الدوني والدوين في عن وإلهك على سينهين وشرعك خلاف سنين اللهم لك لا يجرى ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد أقمد أولاك سنين ما أنت نآتك أبدا سيدي حلاش وكلنا الله سمعين أيه أن لقرسنا هين للجه ريه وسمو قطا لوغو دقاق أيه وحكم إذا تتبع العورات غفك مسلم كا إن خلد يعيب لو راديو او اسكداف إلا قصم أيه كوان وسمعين ولا الربيه إن كوي وسمعي إلا موشياه ودقن يا أخلاقه ونكسنين إسلام كوحو كود سيئة ستر إن دادك مسلمين تاهي مسلمين تكالي عيبه ودا أبقاركا عيدنا أنا كل باتين هين إن أيوا أسطران نبي قيلنا عليه الصلاة والسلام أجر وين بوشا يقفك السداية ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة قف مسلم قفك أسطرة الدنيا آخرة بإله وأسطرة قفك شغاك لإقتدادك مسلمين تاين وفضيحة دايو وخلالاتك يحمانها وقرصان بنك وصادقه إساقنا إله وحكو عقابي إنو فضيحة دايو في الدنيا والآخرة أبو برزة الأسلم يوحو رضي الله عنه نبي يوحو عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن باللسان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم ذاتك إيمانك قلبي عربك وقتشوقه قلبي قود آنو قارنو ومنافقين تشيغن هي إيمانك لكن قلبي قانو إيمان فدين وعكروس وقل هي قفك ضعيف الإيمان إيمانك سوليتواد وهو سيئو مسلمين تها حملين أبو النبي عليه الصلاة والسلام قف مسلمان عورد إسا عباد الدونين وارع الراعين وإن الصوبة لكتان يسكو الدين فإنه من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته محايا لي قف مسلم قفك خلدات كي سيحماني سوقر صون يسكو الدين وبنانك صوديق إلهي با إستقنا عورد إسا بنانك صوديق ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته عدو إلى أي فضيحة داري ومرضه كقاضيه عدنا ما أسطري كرته قريقي سباها لحجوغي الجزاء من جنس العمل أبا المرينت واحد نغطى قفك قابك دقن كيسي عمل كيسو ياهي مرادو يسكد يا مسلمين تينو فضيحة دايو إلى أي باستقى فضيحة دايني ولو قريقي سباها لحجوغي وحديث صحيح إمام أحمد يا أبو داود يا وريين وحكى النبي عليه الصلاة والسلام من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال رواه أبو داود قف مسلما كجنا كشجع وحان قف مسلم كايكوس في اثنين لكن يسقو دون أيه إنه كعب أيه قف كوف الحما أيه سيدتك وقدد إيوه وطمانت تاقاني قفك إلهي وحو كحدا بريش جهنم الدوشي هذا كيال إلا قرم كحدانايا إلا خلطك وكنقونايا كما نغنكارو
kana qashana mid laga yeelay ma aha toobadii uma furna qoraxdu maray ka soo baxday halka maanta ay ka dhacdo ayaa toobadii la xiray marka waqtigaas waqti toobo ma aha waqti cid isaamax loo oran karo ma aha inama alxasanaatu waalsayi'aat waxa shaqaynaya waa ciddii aada dulmiday wanaaggaagii in la siiyo hadduu gaadi waayana xumaantoodii in adiga dusha lagaa saaro ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaan leeyahay ragga tartamaya ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqaan ilaahay baa og waxa ay doonayaan inay gaadi doonaan dad badan oo tartamaya baynu ogeyn oo muddo yar kadib tii ilaahay ay u timi waxba waanay ogeyn hadday ogaan lahayn hawshaaba may galeen way iska cibaadaysan lahayen oo xagga ilaahay ba u jeesan lahaayeen war ilaahay baa og inta geeridiini ka hadhay iyo goor laydin soo dooni doono war arrinkani ilaahay aanu idin lowsiin ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala diinta ilaahayna ha idin xidho ilaahayna ha ka cadhaysiinina wax allaale iyo waxaad garanaysaan inuu dembi yahay ama laydin sheegay waan iska daaya haddaad iska daysaan wallaahi wax idinku hagaaga mooyaan wax idinkaga xumaaraya ma jiro dembiga baraka la-aanu baad ka qaadaysaan shaydaanka waswaaskiisana ha dhegaysanina dhalinyarta waxaan leeyahay maanta dadka u badan ee wakhtigan dembaabayaa waa iyaga habliyo inamaba ilaahay ka baqa baan leeyahay cumrigii inay maalmahani ka go-an yihiin qaaliga ah ee yowma alqiyaama laba jeer laydu weydiin doono cumrigii dhalinyaranimo iyo cumrigii guud labadaba waa laydu weydiin doonaa kii dhalinyaranimo maxaad ku baaliyaysay cumrigaagii guudna maxaad ku dhammaysay waa su-aal ku sugaysa daqiiqad kasta saacad kasta maalin walba usbuuc bil wakhtigaa ku soo maraya laba su-aalood baa ayaa ku sugaya oo lagaa weydiin doono war ilaahay ka baqa noqda dhalinyaro ilaahay cibaadaysa ku barbaara iyo alla ka cabsigiyo diinta siuu ilaahay idiin ilaaliyo marka aad waaweynaataan noloshiinnana ilaahay subxaana wa tacaala idinku barakeeyo war cid kale aakhiradiinna ha u fasahaadinina ilaahayna subxaana wa tacaala ha kaga fogaanina sharciga ilaahayna ha u khilaafina ogaadana xataa ciddaad u ololaynaysaan waxaa khaldan ee aad samaynaysaan waxba u tari maayo wax ayuun buu ka dhimayaa oo uu ka goynayaa baraka la-aan baad iyaga laftooda la daba socotaan qaarkood waa kuwa ka qaylinaya idinka waaninaaya maqla culimada waanadooda dadka waaweyn dhegaysta ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala dhalinyaranimadu yaana idin hodin idinka laftiinna geeridu inta idin jirta garan maysaan imisaa dhalinyaro geeriyooday war ilaahay ka baqoo muusiga ka daaya aad ku shidaysaan masaajidada ee laga tukan kari laayahay ee goobaha waxbarasho mid diin lagu dhigtiyo mid kaleba ardayga iyo macallinka ay ismaqli laayihiin war ilaahay dhalinyaray ka baqa oo iska daaya muusiga iyo heesaha dallacaysaan ee dadku ay ka seexan laayihiin dadka xanuunsanayana xanuunka ku kicinaaya dhibaatana waxa weeyaan ku soo faruuraaya war dhalinyaro ilaahay ka baqa qaawanaanta iska daaya ikhtilaadkan iyo isdhexgalkan guryahaad isugu imanaysaan iyo gawaadhida aad wada fuulaysaan iska daaya war ummadda naftiinna ilaaliyo haraaga ku tuurina ilaahay baa walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka sida dhalinyartu gawaadhida u fuushay way naga aragnay rag iyo dumarba waa xishoodarro waa anshaxxumo waa arrin qof kasta oo damiir lihi qofkaa markuu ku arko aanu ku ammaan ahayn ee uu arkaya inuu yahay qofka sidaa yeelaya qof liita war ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa dhalinyarooy oo naftiinna halaaga ku ridina gawaadhida sida xun aad u waddaan ee iminkaba dad badan jiidhay war arrinka noocaasi waa badheer dembi aad u badheeraysaane ka joogo ilaahay ka baqa dhalinyaro ilaahay ka baqa oo ha iscaayina dadkana ha caayina rabshad amniga khalkhal gelisana ha samaynina waxaan leeyahay dumarku ilaahay ka baqaan gabadha muslimadda ay gurigeeda waa inay joogto asal ahaan dan iyo xaajo xalaalabay u bixi kartaa markaana waxa waajib ku ah jilbaabka ilaahay u faray inay xidhato dumarow qaawanaantu waa jaahiliya waa dhaqan xun waa sida ibliis uu jecel yahay waa siduu ku sameeyey aabbaheen aadam iyo ummuna xawaa
inu qaawiyaabu doonayo markuu lahaa geedkaasi cuna. qaawanidu waa waxuu ibliis jecel yahay, waayo dumarku hadday xijaabo waayaanoo dabadda u baxaan waxaa ka dhalanaya, iyo xumaanta uu jecel yahay taas ay suurto gelinaysaa buu og yahay. gabadha muslimadda ah xishoodkeedu iimaankeedu ka mid yahay, inta iimaankeedu leedii buu xishoodkeeduna leekaanaya. gabadha muslimadda xishoodkeedu waa quruxdeeda, waa taaj madaxa u saaran, waxay xidhato xishood ka qurux badani ma jira iimaan dabadii. wax gabadha fool xumo ka daran xishood darro oo gabadha ay ku sifowdaana ma jirto. ha xishoodaan dumarku, yaanay noqon kharaajaat wallaajaat sakhaabaat saayixaat fi laswaaq, kuwa gelayo baxaya suuqyada ka dhadhawaaqaya sidii dad waalwaalan. ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqaan, guud ahaan ummaddu ilaahay ha ka baqato. waxaan isweydiinayaa maya ciidamadii nabadgelyadu booliska xaguu qabta? waa idinkaa arkaya waxa dhacaya, gacan bira waxa waa in lagu qabto, oo qofka iimaan iyo alla kacabsi iyo akhlaaq ay celin weydo ciidamada nabadgelyadu waa inay wax ka qabtaan. gawaadhida laga dhigo oo iyaga la xidhxidho ummadda laga xareeyo, ay naftoodiina way halaagayaan, ummaddiina diinteedii iyo akhlaaqdeedii iyo nabadgelyadeediba dhibaato u geysanayaan. waa maalmaha ugu mudane ay tahay inay ummadda nabaddeedii iyo anshaxeedii iyo akhlaaqdeediba ilaaliyaan. dadka awliyaa ulumuurka ah ee cidun u taliya waxaan leeyahay, mas-uuliyad baa idin saaran. qof waliba cidda uu taliyo intay awooddiisu tahay aa kala dagaalama arrinka noocaas. adigu haddaad bixisay inta awooddaada, dembi ma lihid. laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha, laakiin ha u muuqanin qof raalli ku ah waxa xuna ay samaynayaan ubadkaagu iyo daayarta adigu aad mas-uulka ka tahay. waa wax lagu weydiin doono. ilaahayna wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. ilaahay baynu iimaan iyo amni weydiisanayna, ilaahay baynu iimaan iyo amni weydiisanayna. allahuma ancim calayna biliimaani waalamn, allahuma ajcal aliimaana waalamna daa'ima calayna xata nalqaak. allahuma inaa nas'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina. allahuma inaa nacuudu bika min alfitan maa dahara minha wama batan. allahuma inaa nacuudu bika min shari alashraar. allahuma laa tuhlikna bima facala sufahaa mina. allahuma arxamna waghfir lana waghfir liaabaa'ina ummahaatina walilmuslimiina waalmuslimaat. allahuma ashfi marda almuslimiin wacaafi mubtalaahum waacim jaayicahum wafuka asiirahum. allahuma salli calaa nabiyina muxamed wacalaa aali nabiyina muxamed kama salayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim. baarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.